وفي ذات التوجه أجرى مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمحافظة البصرة عملية محاكاة هي الثانية التي تسبق انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 من شهر كانون أول العام الجاري، وتهدف العملية إلى فحص جميع الأجهزة المتعلقة بيوم الاقتراع وتجنب الإخفاقات التي رافقت العمليات الانتخابية السابقة والتأكد من عدم تكرارها. فتحنا 76 محطة منتشرة على عموم محافظة البصرة، إضافة إلى محطة في مكتب انتخابات البصرة للتصويت الخاص للاطلاع على تهيئة الأجهزة وكوادر المفوضية إن شاء الله. كم محطة اقتراع عندنا في عموم المحافظة؟ يعني يوم الانتخابات لو هسه لحد الآن ما مصادق على العدد، بس يعني تقريبا راح تكون 4000 محطة. نعم، هل أنهيتوا قضية تحديث انتخابات سجلات الناخبين؟ نعم نعم، تعمل اتهام التحديث سجل الناخبين، نحن الان في طباعه بطاقه الناخبين الجديده ان شاء الله. ايش قد نسبه المحدثين؟ وصلت البصره 78% ان شاء الله. عدد المرشحين لحد الان؟ عدد المرشحين غير مصادق عليه حقيقه، جاي نجري على عمليه صحه الصدور والمساله والعداله والقيد الجنائي، وان شاء الله بالايام القادمه راح يتم المصادقه على العدد. بالنسبة للانتخابات اليوم، هاي المحاكاة الثانية على مستوى العراق لانتخابات مجلس محافظة لسنة 23. المحاكاة تعتبر إجراء تدريب يعني للموظفين المفوضية، حتى بعدين بدورهم ينطونها كدورات الموظفين الاقتراع اليوم الواحد، اللي هم الموظفين والخريجين اللي راح يشاركون بعملية الانتخابات كمراقبين وموظفين للعمل بيوم الاقتراع. هاي المحاكاة تعتبر حلول للمشاكل اللي صارت بذيج الانتخابات، يعني المشاكل اللي حدثت بالانتخابات السابقة جميع الحالات اليوم نجربها. طبعا جربناها بذيج المحاكاة الأولى وكانت ناجحة 100%، كذلك هاي كتجربة للأجهزة وللموظفين. اليوم المحاكاة على مستوى 76 مركز اقتراع عندنا داخل البصرة، إضافة إلى محطة اقتراع موجودة بمكتب البصرة للموظفين مكتب البصرة. هذه العملية عملية انتخابية المصغرة، عملية انتخابية نسميها بالمحاكاة، هي الثانية قبل الانتخابات. الغاية منها العمل على الأجهزة ووداع عمل الأجهزة والاستلام منها النتائج وإرسالها حول القمر الاصطناعي. وهذه المحطة من 76 محطة في البصرة، يعني عندنا 76 محطة وهاي من ضمنها. الحالات اللي سويناها احنا كنا نعاني من عندها سابقا، تعرف ان الانتخابات كل المرحله الانتخابيه تطلع بها فد معرقلات، فهذه المعرقلات اليوم سويناها واجتازتها الاجهزه بكل سهوله.